السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الأعزاء، في الحصة ديال اليوم غادي نديرو التمارين الخاصة بصفحة 20 من كتاب ميز أبرونتيساج أون فرونسي الخاص بالخامس ابتدائي. إذن الحصة ديال اليوم غتكون في مكون لورتوغراف. لوبجيكتيف ديال هاد الدرس هو سافوار اورتوغرافي كوريكتومون لي نون تيرميني أون أن سول أو ولا دو زو أكسون. إذا لي نون فيمينان أون E à la fin, يعني اللي كيكون فيهم هذه كتسمى لو سون اي، يعني اللي كنسمعوا ليهم في الاخر ديالهم اي، فقط لي فيمينان ماشي الماسكولين. سو كو جو سي ترانسفورم كوم دون ليكزامبل. اذا غادي نحولوا كيف ما عطاونا هنا في المثال، عندنا ليموريست اريف سور سين لاريفي دو ليموريست، يعني هذا الفيرب كنحولوه لو نون. اذا ليموريست اريف سور سين لاريفي دو ليموريست، هنا غنديروا نفس الشيء كيف ما داروا لنا هنا في المثال. عندنا لا نوي طومب، الا بغيت نرجع هذا لو فيرب طومبي لو نو غندير لا طومبي، كان غتولي لا طومبي. هنا غنديروا دو زو اكسون، لا طومبي دو لا نوي، لا طومبي دو لا نوي. لو شيرشور بونس، دار غتولي لا بونسي، la pensée de chercheur. On a deux axes. De chercheur. Les prix des fruits flambent. La flambée. La flambée. La flambée des fruits. La flambée des fruits. إذن دابا غادي نمروا لجوبسيرف اي جو ديكوفر. عندنا هنا مجموعه من الصور. إذن عندنا هنا اون فوزي، سي ان نون فيمينان، اون بوبي، اون كلي، اون ايبي، اون بواني. إذن هادو سو سون دي نون فيمينان، ملي كنقراوهم كنلقاوهم كلهم كينتهيو باي، بلو سون اي في الاخر. كنسمعوا اون فوزي، اون بوبي، اون كلي، اون ايبي، اون بواني. اذا كنسمعوا اي في الاخر، لو سون اي. ولكن هنا كاين واحد الاختلاف، كاين واحد الكلمات اللي كيكونوا مكتوبين دو زو اكسون، وكاين بعض الكلمات اللي مكتوبين فقط بغير ان سول او اكسون. اذا في هذا الدرس غادي نتعرفوا امتى كنكتبوا دو زو اكسون، امتى كنكتبوا ان سول او اكسون في لي نون فيمينان، ما كنهضروش على في الماسكولين. Je manipule et je réfléchis. Lis le nom correspondant à chaque image. Qu'est-ce que le son entendu à la fin de ces mots? Je vois le son qui est traduit dans les camelines. Et donc, je vois le son « et ». Et donc, je vois le son « et ». Quel est le genre de ces noms? Coche la bonne réponse. Et donc, je vois le genre de ces noms féminins ou masculins. Et donc, ce sont des noms féminins. Comment s'écrit la syllabe finale de ces mots? Et dans la syllabe finale ديال هاد لي مو غادي نشوفو بالنسبه une fusée, la syllabe finale هي z. Une poupée na p. عندنا la clé then clé. Clé. Une épée p. إذا هنا نديرو غير لي ماشي كلي، كلي. إذا لي عندنا السيلاب لاخرى فيها بي، والأخيرة ني. إذا هادو هما لي سيلاب فينال ديال هاد لي مو. كيلي لانتخي، يعني أشناهي الكلمة اللي مختلفة عليهم كاملين؟ عندنا كلهم كيتشابهو في شي حاجة وحدة مختلفة عليهم. إذا لانتخي هي هادي لا كلي، اون كلي. اذا هادي هي اللي مختلفه. كومون سيكري تيل؟ اذا ايل سيكري افيك ان سول او اكسون. اون كلي. اذا قلنا كومون سيكري لو سون اي على فان، غنديرو ايل سيكري غير ان سول او اكسون. كنلاحظوا ان كلهم فيهم دو زو اكسون الا هذه اللي فيها ان سول او اكسون. اوبسيرف لا فراس سويفونت، بار كيل سيلاب سو تيرمين لي مو اون غرا. اذا غنشوفوا هاد
لا فراز، وعندنا واحد لي مو اونغرا، هما هادو سيليبريتي وليبرتي. اذا هاد لي مو اونغرا غادي نلاحظوهم، قلنا بار كيل سيلاب سو تيرمينتيل، اش من سيلاب اللي كينتهيو بها هاد جوج الكلمات. اذا عندنا لي سيليبريتي، كنلاحظو ان سيليبريتي كتنتهي باش سيليبريتي، كتنتهي بالسيلاب تي سيليبريتي. بالنسبه ليبرتي، ليبرتي كتنتهي بالسيلاب تي او اكسون. التمرين 6 دون دو نو فيمينا كي سو تيرمين بار تي. اذا هنا غادي تجيب واحد جوج لي نو يكونوا فيمينا وكينتهيو بتي، مثلا بحال لا ديك تي، و عندنا مثلا لا مواتي، لا مواتي. اذا هنايا كيف ما لاحظنا ان كنلقاو بعض الكلمات كتكون فيهم دو زو اكسون، وكاينين واحد الكلمات اللي كتكون فيهم ان سول او اكسون. اذا في هذا الدرس من خلال ملي غنشرحوا القاعده غادي نفهموا امتى كنديروا دو زو اكسون، امتى كنديروا ان سول او اكسون. اذا جو كونستروي لا ريغل، كومبليت لا ريغل افيك لي زيليمون سويفون، فيمينا تيرمينون دو زو نون. لي نون فيمينا تيرميني اون او اكسون اي دو زو، يعني كينقسموا لجوج، يعني كاينين اللي كنديروهم بو اكسون ان سول او اكسون، وكاينين اللي كنكتبوهم بدو زو اكسون. دائما كناكد لي نون فيمينا. لا بلوبار دي فيمينا، اذا لا بلوبار دي نون يعني اغلبيه، ماشي كلشي ولكن الاغلبيه. لا بلوبار دي نون فيمينا سو تيرمين، اذا سو تيرمين او سو تيرمينون بار، سو تيرمينون بار تي او تي، سيكريف سون زو. اذا هنا القاعده الاولى اش قالولنا؟ قالنا اغلبيه لي نون اللي كيكونوا في الفيمينا وكيكونوا منتهين بالتي او لا تي ما كنحتاجوش نديرو ليهم دو زو اكسون. اذا بحال هنا سيليبريتي ليبرتي ما درناش ليهم دو زو اكسون، علاش؟ حيت اصلا هما منتهين بالتي او لا تي. الا كانت عندنا تي او تي كنديرو غير ان سول او اكسون، بطبيعه الحال الا كان بلوغير كنزيدو اس. الا بعض الاستثناءات كيكونوا فيهم تي ولكن كنلقاو دو زو اكسون، هاد الاستثناءات كنحفظوهم. بحالاش؟ مثلا عندنا لاميتي هنا انتهت بالتي، اذا كنديرو غير ان سول او اكسون. ليبرتي انتهت بالتي، اذا غنديرو غير ان سول او. لا بوتي حتى هي ان سول او. لا فولونتي انتهت ب او اكسيتيرا، يعني على حساب هاد لي زيكسيبسيون. الا حفظنا لي زيكسيبسيون فيما بانت ليا تي غندير دو زو اكسون، الا هادو هاد لي زيكسيبسيون كنكون حافظهم. مثلا عندي لا ديكتي كنسمع تي ولكن كندير دو زو اكسون. لا جوتي حتى هي، لا مونتي، لا باتي، لا بورتي. اذا هادو كنسمع فيهم تي ولكن كنكتب دو زو اكسون. من غيرهم كنكتب من سمع تي في الاخر، يعني السيلاب الاخرى فيها تي كندير غير ان سول او اكسون. اذا كيبان ليا واضح. اذا في ما كان عندي شينون في البلو في الفيمينا كينتهي بتي ولا تي كندير غير ان سول او، ما كنضطرش ندير جوج، الا جاو عندي هاد الاستثناءات هما اللي كندير دو زو اكسون. هنا بالنسبه للقاعده الثانيه دو نومبرو نو نو، يعني العديد من الاسماء فيمينا، اسماء المؤنثه فيمينا se terminant par le son e s'écrivent de ze accent. اذا اغلبيه الاسماء اللي كينتهيو ب اي كنسمعوا اي في الاخير كيتكتبوا بدو زو اي. بحالاش؟ بحال لافالي، لافي، لالي ايتترا، يعني كنسمع اي الا كان فيمينا كنعرف انني غندير دو زو اكسون، بشرط انهم ما يكونوش بعد تي ولا تي. اذا اون فوا نسمع هادو من غير تي ولا تي تي ندير دو زو اكسون. الا تاني كاين واحد الحالات استثنائيه كنحفظهم بحال لاكلي ولاكني. لاكني واخا ما كنسمعش لا تي ولا تي كندير غير ان سول او، لان هادو حالات استثنائيه، هادو حالات ثابته ما يمكنش لينا نبدلوهم. اذا لاكلي ولاكني
واخا ما كاينه لا تي ولا تي كندير ان سول او اكسون. اذا هذا هو الدرس كنحاولوا نفرقوا فيه ما بين الكتابه ديال دو زو اكسون وما بين الكتابه ديال او اكسون في لي نون فيمينا. امتى غنديروا دو زو اكسون وامتى كنديروا غير ان سول او اكسون؟ اذا الى هنا كتنتهي الحصه ديالنا، موعدنا في الحصه المقبله بحول الله.